مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من الاقصر. احنا دلوقتي موجودين في بيت هاورد كارتر اللي اكتشف مقبره توت عنخ امون، وهو الملك الاشهر على مر التاريخ. ملك توت عنخ امون الحقيقه ان هو بيلف العالم دلوقتي طول الوقت، موجود في متاحف في باريس وموجود في متاحف في لندن، وبيعمل جولات جامده جدا، بيروح له بملايين السياحه علشان يشوفوه ويشوفوا مقتنياته الذهبيه الرائعه. ايه اللي حصل سنه 1922 في 4 نوفمبر؟ اكتشفوا المقبرة. والحقيقة انه هاورد كارتر، وهو الرجل الانجليزي المشهور على الاطلاق في اكتشاف هذه المقبرة، رجل مصور غاوي تصوير، غاوي فن، غاوي رسم، كان يرسم بورتريهات للمشاهير. لما جه هنا الاقصر كارنربون، وهو شخصية مشهورة جدا برضو، قالوا تعالى انا من خلال البرديات ومن خلال حاجات تانية اكتشفت ان هنا في مقبرة امير صغير او ملك صغير موجود هنا. النهاردة هنعرف الحكاية دي، وهنعرف التفاصيل، وهنعرف الصدفة اللي لعبت دور في انهم يكتشفوا المقبرة، وازاي لما فتح وشاف قال جملة شهيرة جدا برضو هنعرفها. احنا موجودين في بيته وفي يوم الاحتفال، والاحتفالية دي حابة تستمر طول الشهر، حتى كمان المرشدين نفسهم طول الشهر بيتكلموا عن هذه الواقعة، حتى لو موجودين في مكان تاني يتكلموا برضو عن اكتشاف توت عنخ امون. زي ما قلنا في 4 نوفمبر 1922 كانت مفاجأة كبيرة، مفاجأة كبيرة للعالم كله. وطبعا المتحف المصري الكبير هتكون فيه قاعة ضخمة جدا لتوت عنخ امون، حصل انه في ترميمات جديدة حصلت في مقتنيات توت عنخ امون. النهارده هنعرف معلومات ظريفه، هنشوف بيته كان عامل ازاي. لان طبعا سنه 1922 كان برضو لسه الحياه ما فيهاش تقدم خالص. هنشوف الكاميرا بتاعته، هنشوف حاجات مقتنياته كلها، التايب رايتر بتاعته والمكتب اللي ورايا اللي انتم شايفينه ده نور صورته برضو، او هتوريكم دلوقتي شكل المكان عامل ازاي، العصايه بتاعته اللي كان بيسند عليها، وتعرفين كان في وجاهه انجليزيه كده موجوده دايما، ومجموعه من الصور بتاعته. خليكم معانا وهتستمتعوا قوي بحلقتنا النهارده. Thank you.
دلوقتي مستر محمد عثمان، هو رئيس لجنه التسويق السياحه الثقافيه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مش عارفه ليه الواحد سعيد ومبسوط انه موجود في بيت كان موجود البيت ده من سنه 1922. احنا خلاص سنه كده وهتبقى عدت 100 سنه، وعلى ما اعتقد الاحتفاليه دي بتستمر، لان احنا وقت اذاعه الحلقه هيبقى عدى علينا شويه. انا عارفه ان النهارده 4/11، بس احنا هننزل الحلقه دي متاخر شويه. لكن لما بنتكلم انه ازاي حدث زي ده بيحتفلوا بيه طول الشهر، وحتى بعد طريق الكباش والافتتاح هتستمر احتفالات باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وخاصة ان هو الملك الابرز على مستوى التاريخ. احكي لنا الحكاية، لان انا فوجئت، انا كنت فاكراه رجل اثري يا هاورد كارتر، لكن فوجئنا ان هو كان راجل مصور وبيحب الرسم. فاحكي لنا كده الحكاية من الاول جت ازاي. زي النهاردة من 99 سنة تغير وجه مصر السياحي والثقافي في العالم. زي النهاردة من 99 سنة وقف العالم عشان يشاهد معجزة ولم تكن الصحافة منتشرة في الوقت ده، وكانت لسه بنهايات الحرب العالمية الأولى سنة 22، وكان العالم كله مرتبك. وإذ فجأة يحدث مثل هذا الحدث اللي زي ما قلت لحضرتك خلى العالم يقف على أصابعه. كارتر ببساطة رسام متواضع، جه اشتغل في مدينة هابو لمدة 4 سنين. يعني مصر زي ما كانت مصر فاتحة أبوابها لكل الجنسيات العالم، وكانت أحد أماكن الجذب لمن لا عمل له في أوروبا، خاصة في ظل الحرب العالمية الأولى. وكارتر لما جه هنا اشتغل رسام لأحد البعثات في مدينة هابو، لكن كان في سر موجود. هذا السر بيقول أن هناك بردية قيلت أن هنا يرقد الملك الصغير في سلام فلا تزعجوه، أو الويل لمن يزعجه. هذه البردية فيما يبدو أنها بعد عملية الإغلاق لمقبرة توت عنخ آمون حد عثر عليها. لا، حد عثر عليها وظل البحث عن هذا الملك الصغير الذي يرقد في وادي الملوك، وليس هناك ملك صغير فيها، كلهم كبار في السن، وظل يشتغل. لكن كانت الإمكانيات المالية لكارتر لا تسمح له ابدا بان هو، لانه كان موظف، لا تسمح له بعمليات المكلفه للبحث والتحقيق، عايز دعم مادي. فالتقى مع اللورد كارنارفون وهو احد البارونات المشهورين، وكان مهتم بسباق السيارات في انجلترا. وحصل حادثه رهيبه جدا على اثر على اثرها صدر قرار بوقف سباق السيارات. فالتقت الإرادتان، جاء الراجل يزور هنا فقال له انت بتبحث عن انك تخلد اسمك، فبدل ما تخلده في سباق السيارات، طب ما تيجي نعمل حاجة هنا ونبحث سويا عن بالبردية الصغيرة دي عن هذا الملك الذي يرقد في وادي الملوك. كان الحقيقة كل الاكتشافات اللي تمت في وادي الملوك ليس بها اسم واحد انجليزي، فده احد الاسباب اللي خلت هناك حماس. نمرة اثنين، الفرنسويين كانوا هم المسؤولين عن هيئة الآثار المصرية، رغم أن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، لكن الفرنسويين أصروا على هذا، فكان في نوع من الصراع الدائم ما بين الفرنسويين والإنجليز، فكان في الاستكشافات. فكارتر اشتغل مع لورد كارنارفون لمدة 4 سنين، وللأسف الشديد لم يوفق في لحظة، وكان خلاص 4 سنين بيشتغل في الموسم 6 شهور، لم يجد شيئا، لم يجد شيئا تماما، الى ان في اخر ايام كان فاضل له حوالي 2 3 شهور ويمشي، جت بنت اللورد كارنارفون واقنعها انها تقول لابوها انه يديله موسم ثاني. وفي هذا الموسم وفي مثل هذا اليوم من 99 سنه نزل ال 12 سلمه الشهيره، وحرك الحجر وحط كاندل شمعه واطفت 3 مرات، ثم أضاءت وقال الكلمة المشهورة في التاريخ What a mountain of gold، ولمع اسم كارتر كمكتشف لأهم مقبرة فيها 5300 قطعة ذهبية. 5000 قطعة، 300 قطعة أثرية. ده بيت كارتر، البيت اللي عاش فيه قبل الاكتشاف بفترة طويلة، يعني قليلة ببداية العمل، وظل فيه بعد الاكتشاف كمان بعدة سنوات.
وكان بيروح وادي الملوك بالحصان بتاعه، كان عنده حصان اسمه سلطان. ياه اسم عرف. كان اسمه سلطان، حصان اسمه سلطان، وكان بيروح من هنا لان هو ده اقرب مكان لوادي لوادي الملوك. البيت زي ما حضرتك شفتوه وصورتوه كما هو، في مكتبته، في اوضه نومه، في دي صاله الطعام اللي احنا فيها، ده بالحوض وال وكان جاي لوحده من غير عيلته، من كان جاي وحده، كان عنده ناس من هنا بيساعدوه، وعاش في هذا البيت الجميل لفتره طويله من العمر، وبعد كده تحول الى متحف. هيئه الاثار المصريه ووزاره السياحه والاثار الحقيقه ساهموا بصوره طيبه بالحفاظ على ما كل حاجه زي ما هي، حتى الشمسيات بتاعته شفتيها، حتى البرانيط عصايا الكان اللي بيسند عليه، كل حاجه بتاعته زي ما هي. انا عاجبني ايه بقى؟ عاجبني ان انا دخلت البيت شفت الناس كانت بتعيش ازاي سنه 1922، يعني كان بدايه لسه الثلاجه دي، الثلاجه صغيره كده، كانوا بيولعوا بالمنفاخ ده عشان يولعوا النار. يعني ده كمان ممتع في حد ذاته انك تشوف اجهزه قديمه قوي ما كنتش واحد يحلم يشوفها، بنشوفها معايا. طب خلينا نتكلم على المجموعه اللي كانت بتحيط بهاورد كارتر، كمان في صعايده متأصلين كانوا بيخدموا بعينهم زي ما بيقولوا، وكانوا عايزين يتكلم على المجموعه دي، وخاصه في صور مشهوره لولد صغير اللي هو عبد الرسول وهو لابس العقد، يعني في كذا حد كان بيساعده، وهو مهتم قوي انه يجيب الصعايده بالزي بتاعهم الرسمي، حتى الولاد الصغيرين كان جايبه الولد صغير، لو نور تبص عليه لو ينفع تصور، ولد صغير جميل قوي، وفي زي معين واضح انه ده اللي كان موجود، كان زي في الوقت ده. احكي لنا على اللي بيحكوه، يعني طبعا توارثت القصص والحكايات. الموضوع بدا قبل كده، الموضوع بدا باكتشاف عائله عبد الرسول لخبيئه الدير البحري. أيوة. وظلت عائله عبد الرسول تسيطر على كل من يعمل في المنطقه الاثريه، يعني هناك عرف ان اي حد عايز يشتغل في التنقيب، لان ما كانش كارتر بس، كان يسبقه برضو بلزوني الايطالي الشهير، كان مجموعه مكتشفين مشاهير، لكن كان هناك عرف على انه لازم ياخذ تبريكات عائلة عبد الرسول. فهو من ساعة لما جه بدأ وابتدى يشتغل في كارتر، فطبعا كان أياميها الشيخ علي عبد الرسول، كان محمد عبد الرسول اللي هو الأب انتقل توفاه الله، وكان الشيخ علي عبد الرسول وحسين عبد الرسول هم المسؤولين عن الترتيبات بالنسبة للأسرة. وكان احنا معانا صور لحسين عبد الرسول وجنبه والدته كده أكبر، وغالبا زوجته كانت واقفة، واقفين عند باب مقبرة أو لا، ده محمد عبد الرسول اللي حضرتك شفتيه، لا الجد الاكبر، يعني حتى صوره تحس انها قديمه قوي، صوره قديمه، وزوجته اسمها فنديه. زوجته اسمها ده قدام باب الخبيئه، والدته قاعده. ده قدام باب الخبيئه، ده محمد عبد الرسول. لكن ده الجيل الثاني اللي هو علي عبد الرسول وحسين عبد الرسول، ودي الاسره اللي احاطت بكارتر واحاطت بكل المكتشفين اللي كان بيعمل. سلمة في سلمة عرفوا ان دي مكان مقبرة توت عنخ آمون، ففرح هوارد كارتر ولذلك سمى ديف جيز يوم الايام. خدمة الاثري مختلفة على ما اعتقد، او فكرة الحفر وكده، لان وقتها كان برضو لازم يبقى الواحد بالراحة جدا علشان في حاجات بتحتاج معاملة خاصة، فعلى ما اعتقد الصعايدة بقى اللي كانوا عايشين في الوقت ده فاهمين كويس قوي يعني ايه اثر، ويعني ايه حافظوا عليه، ذكرياتهم بقى وحكاياتهم عن الفترة دي اكيد كانت حلوة. عائلة عبد الرسول كانت بتعرف اين توجد الاشياء، يعني خلينا نقر هذا الواقع ان عائلة عبد الرسول عندها خبرة في ان اين توجد هذه الاماكن، زي العائلات المشهورة، زي مثلا لو رحت الهرم تلاقي بعض عائلات الشاعر وفايد وكده، دول مشهورين في هذه المنطقه. عائلة عبد الرسول كان لها نوع من السيطره، وكان عندها النوها او كيفيه العمل في هذا المكان. لكن ما حدث
كأثر، وهو استفاد من عائلة عبد الرسول وعائلة عبد الرسول استفادت منه أدبيا. لكن ما حدث في مثل هذا اليوم من 99 يخلي العالم يقف، بالتحديد زي ما قلت لحضرتك يعني بالضبط 12 إلا 5 دقائق بالضبط تم تحريك آخر سلمة في هذا هذه المقبرة التي ليس لها مثيل في الوجود. اللي لما نقول ان المتحف الكبير هيفتح بعد فترة قريبة قوي، الجاليري معمول لها جاليري مكان مخصص لمجموعة توت عنخ آمون، هي الأشهر في العالم بالأقنعة الذهبية بتاعته. هذا الملك الشاب اللي توفى ما بين 17-18 سنة ما زال حديث العالم، ما زالت كلمة توت عنخ آمون عندما تنطق تعرف انت بتتكلم عن مين. فاحنا الحقيقه في سعداء جدا سافر العالم ده بيروح متحف باريس وفي لندن. توت عنخ امون الوحيد اللي بيلف العالم يعني. الدوله عندما تحتاج ان تسوق لمصر بتلجا الى توت عنخ امون. يعني رمسيس الثاني تحديدا، رمسيس الثاني وتوت عنخ امون هما الملكين الاشهر اللي قاموا برحلات تسويقيه لمصر بعد انتقالهم. والحقيقه احنا مبسوطين انكم انتم النهارده في مثل اليوم هذا اليوم الجميل 99 سنه، ومن دلوقتي بقى بنحضر للحدث الأضخم والحدث الأعظم. إن شاء الله بعد عام من الآن سنحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. حضرتك بتقولي إن في حاجة زي مكات كده معمول شبيه بشكل المقبرة وقت الاكتشاف، موجود على ما أعتقد زيها برضو معمول مكات في القاهرة بأشكال مختلفة في واحدة من القرى المشهورة اللي يعني تقليد كده للمصري القديم. هل دي اتكلمنا عنها هنا؟ الريبليكا او الصوره المصغره، كان احنا طبعا التاريخ المصري ليس ملك لمصر لكن ملك للبشريه، فيجب الحفاظ عليه. وانا معجب جدا بفكره ان الدوله تحافظ بعدد معين. انت عارفه ان احنا عندنا عدد لا يتجاوز ال 200 زائر يوميا لوادي الملوك، لا يجوز اكتر من كده، بذلك بيتم بالحجز وبسعر برضه مش غالي لكن بالحجز. كذلك مقبره نفرتاري بقى، كذلك مقبره سيتي. فالاتحاد الاوروبي فكر انه يعمل ريبليكا، صوره بنفس المقاييس الميجرز كلها والاتجاهات موجوده لمقبره توت عنخ امون للتصوير. يعني لو حد عايز يصور مقبره توت عنخ امون كما هي بس بكما هي. ده اتعملت امتى؟ اتعملت في سنة 2000 وسلمت الى مصر في 2014. كويس قوي. 2013 سوري. كان الدكتور هشام زعزوع اياميها. اتعملت بنفس الشكل وقت اتعملت الاتحاد الاوروبي عملها في اسبانيا. وهي رائعة الجمال، للأسف لم تستغل. وإحنا كانت حتى أحد الأفكار اللي بنقولها إن إحنا نخلي الطلبة أولادنا الشباب المصريين يشوفوها، لكن للأسف لم يتم استغلال هذا. هي موجودة، تم الترتيب إنها توضع جنب بيت كارتر، مقبرة جميلة جدا ولكن لم يتم الاستفادة منها. لكن يبقى الحدث الأهم الآن إن إحنا في بيت البيت اللي كشف عنه كارتر. وأنا دايما لما باجي هذا المكان بيحضرني احساس كده غريب جدا. كارتر كتب في مذكراته انه في هذا اليوم لم يكن شعر بان هناك شيئا غير تقليدي سيحدث، وصفه لهذا اليوم، وقال حاجه غريبه جدا، قال انه في هذا اليوم في هذه الليله شاف ان هو بيحمل على طائر بيختطفه من هذا المكان الجبل وبيلف به الكون. كانت ده من الكتابات المشهوره ده. وقال حاجه غريبه جدا، قال ان الحصان بتاعه في هذا اليوم رفض ان ياكل. فالراجل المسؤول عن الحصان بتاعه، خلي بال حضرتك، لغايه مثلا 9 الصبح 10 الصبح ما كانش يعرف ان هيوصل هذا الكلام، هو بيتحرك على الساعه 10 الصبح. فقال انه في هذا اليوم لا، حصانه رفض ان ياكل وكان بيعمل صوت غريبة. فهو قال بيقول في مذكرته ان هناك شيء ما. ثم توقف به السلطان 3 مرات قبل الوصول، و 19 خلد اسمه كواحد من اشهر الاثريين الموجودين في العالم، هاورد كارتر، اللي اعتقد ان زي ما اهدى مصر هذه المقبره مصر خلدته هو واسرته. وانا عندي اقتراح بقترحه من دلوقتي بنقدمه كلجنه تسويق السياحه الثقافيه، وهو ان احنا لما عملنا افتتاح الريبليكا انا كان لي الشرف ان انا دعيت من تبقى من اسره كارتر واسره كارنر فون، هم 3 و3. فكره هايله. فاحنا من الان ان شاء الله بنرتب لاستضافه من تبقى من أسرة كارتر، استضافة تامة عن طريق لجنة تسويق السياحة الثقافية، ولورد كارنر فون برضو الممول اللي دفع لمدة 4 سنين كل هذا المال، ونعمل احتفالية الساعة 12 على باب مقبرة
توت عنخ امون هذا الملك الاشهر. ان شاء الله يحصل. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه واهل الاقصر طيبين، اسره عبد الرسول طيبه، اسره هاورد كارتر طيبين. وان شاء الله ربنا يزيد كده ويوسع في اكتشافاتنا زي ما بيحصل، ونلاقي اكتر من مقبره عباره عن جبل من الذهب زي ما وصفها. ان شاء الله احنا زي ما قلت لحضرتك ما تم اكتشافه لا يتجاوز ال 30% 35%. عندنا 2000 مقبره في البر الغربي، عندنا جبل فيه وادي زي ما قلت لحضرتك الناس بتكتشف مقبره، احنا بنكتشف وادي. عندنا وادي اسمه دراع ابو النجا حديث انضم الى لسته المقابر الملكيه النوبلز. عندنا العساسيف، عندنا مجموعه مقابر، وما زال البحث جاريا. واحنا جايين بالعربيه حضرتك شفتي ان هناك مجموعه تلال صغيره كده اكتشفوا تحتها معبد بالكامل. معبد بالكامل. فاعتقد ان القادم افضل، واحنا مبسوطين لان احنا اخيرا حسينا ان القياده السياسيه في الخمس ست سنين الاخرانيه دي بدات تدرك اهميه الاثار. احتفلنا بمتحف المومياءات الملكيه والموكب الرائع اللي كان له اثر مهم جدا، على بعد ايام ان شاء الله من اكتشاف طريقه كباش ثم المتحف الكبير. مصر بتعيش احتفالات واحتفالات كثيره جدا، ودايما بقول ان مصر عادت اليها شياكتها وهيبتها وقوتها. مصر الحضاره. احنا دلوقتي عند المقبره، مقبره توت عنخ امون، معانا مستر عثمان. هو هيقول لنا يعني هو ايه اللي حصل بالظبط، او الواقعه زي ما حصلت وقتها. اولا احنا دلوقتي تحت ولا فوق؟ عشان شايف احنا دلوقتي جوه جبل المقبره. ما كانش الباب من هنا في الاساس، الباب كان كده. الاكتشاف الاصلي كان كده، امتداد للباب الجانبي الاساسي. لكن بعد فتره عملوا الباب الجانبي اولا ممكن ده باب جديد مستحدث، لكن الباب الاصلي كان امتداد غيروا مكان، غيروا للحفاظ عشان ما يبقاش السائح نازل مره واحده او الزائر على المقبره على طول. نمره 2 بتبقى دي نقطه تجميع للتحكم في العدد. تعرفك عارفه ان احنا بندخل عدد معين للحفاظ على كوسيله تنظيم، كوسيله تنظيميه. وكمان انا الحقيقه شايف انها وسيله من الاعداد النفسي للمقبره، لانك انت راح هتشوف مقبره تحدث عنها العالم. العالم لما يتحدث عن اكتشاف مثل ما تحدث عن مقبره توت عنخ امون، ففي جزء نفسي في الموضوع وهو اعداد السائح الى هذا المكان. طيب انا بس عايزه اروح لنقطه، انا هنشوف الصور دي حالا، بس يعني احنا عارفين ان الشخصيه دي كانت مشهوره جدا، او الملك المشهور على مستوى العالم زي ما قلنا بيلف العالم. بس من ضمن الحاجات كانت مشكله في حكايه انهم يكتشفوا الراجل الشاب الصغير ده مات ازاي، ودي كان عليها كلام كتير جدا، لانه سافر اصلا توت عنخ امون في البدايه عشان يحللوا او يشرحوا الموميا بتاعته. فاحكي لنا كده التفاصيل دي. لا هو تولي توت عنخ امون الحكم كله حكايه، لان توت عنخ امون هو ابن غير شرعي او ستيب سن لاخناتون الملك العظيم، وعاش فتره تحت حكم ديانه امون اتون، ثم تولى فتره من الحكم تحت عناء تحت حكم امون. حتى الكرسي الملكي بتاعه في ناحيه مكتوب عليها توت عنخ اتون احد اسمائه القديمه. فتولي توت عنخ امون الحكم في هذا السن الصغير من اب اللي هو اخناتون، اللي هو غير ديانه امون كلها، وقفل معبد الكرنك وقفل معبد الاقصر وحارب الكهنه وقال هنرجع، راح لتل العمارنه وعمل عاصمته الجديده تحت مسمى عباده الاله اتون او اله الشمس او اله التوحيد. ده شيء جعل الناس في نوع من الحب الاستطلاع، من هو هذا الملك الصغير الذي تولى الحكم في هذا السن؟ تولى الحكم وعنده 9 سنين، مات او الاحتمالات بتقول انه قتل،
ما بين 17 و18 سنة واختلفوا على طريقة القتل، اختلفوا على طريقة القتل، لكن الطريقة الأشهر إن هو لما الجمجمة بدأوا يشتغلوا عليها لقوا فيه سهم صغير دخل في أسفل الجمجمة وأصابه، ولقوا فيه كسر في رجله. ففيما يبدو أحد الروايات بتقول إن هو وقع من العجلة الحربية، وده مستبعد، لكن وجد فيه كسر ووجد في إصابة هنا، سهم هو أصابه فقتلوه. إنما قصة اكتشاف مقبرة تعنتامون، خلينا نقول إن مقبرة تعنتامون ليست هي الأجمل في وادي الملك، يعني لا تقارن بسيت الأول، لا تقارن برمسيس السادس كمقبرة، مش كمقتنيات، كمقبرة، لأنها تم إعدادها بسرعة، تم اعدادها، لانه في المعتاد ان الملك بيبتدي يعمل المقبره بتاعته وعنده 40 سنه 30 سنه، هو كان شاب صغير جدا، تم عمل هذه المقبره بسرعه، 40 يوم بتوع التحنيط، ثم وضعت هذه المجموعه. الحظ اللي خدم مصر والبشريه كلها ان عندما تم اكتشاف مقبره رمسيس ستة، خرج الرديم كله بتاع المقبره واتحط على هذا المكان، فكل اللي يجي كان بيعتبر ان ده ايه الجبل ده او الحفره دي او الكوم ده، فيقول لك ده الرديم بتاع مقبره رمسيس ستة. محدش متخيل ان هذا لولا البرديه الشهيره اللي بتقول هنا يرقد الملك الصغير فلا تزعجوه او فليذهب الى الجحيم من يزعجه، وتم الاكتشاف بطريقه اسطوريه بدليل ان كارتر قعد 4 سنين يشتغل، وكان على بعد خطوات ان هو يرجع تاني بعد ان فشل، لولا ان اللورد كارنارفون مد عليه اداله الفتره الاخيره. وانا اعتقد ان الحظ وكمان خبره اهل الجبل ساعدت كارتر. طبعا في اقاويل كثيره جدا عن الاكتشاف، لان يقال ان كارتر لم يكتشف المقبره من اصله، وان حد من ال عبد الرسول هو اللي دله على المقبره. ده الباب الباب الجانبي برضو، كان تم استخدام الباب الجانبي. دي مقبره رمسيس ستة، دي رمسيس اصلا، مش رمسيس ستة اللي هنا كارتر. احنا نزلنا من المقبره دي بشكل المقبره عندما وقت الاكتشاف زي ما حضرتك شايفه. طبعا ما كانش في ترتيبات كده، 4 سنين ونص أو 5 سنين الا هي الفتره اللي قضاها كارتر في البحث عن هذا الملك الصغير. لما انا دايما بقول الكلمه اللي بحب لما قالها لمستنا، لما هننزل تحت هننزل ال 12 سلمه، فلقى في دايما على المقابر ختم ملكي. فكان مغطى بالمد، فعندما ازالوا المد عرف ان في ختم ملكي، وعرف ان هذه مقبره لانها موجوده في مدينه. فحرك حجر بهذه المساحه وحط شمعه فطفأت 3 مرات، في المره الرابعه نورت، فقال الكلمه الشهيره اللي قلتها لحضرتك قبل كده، وات ماونتن اوف جولد، لما دخل شهر ان كل ده ذهب. وانا ما اعتقد ده موجود كمان، كله يعني مش كله، احنا شفنا ده بيترمم في المتحف الكبير، بس ده جزء من السرير الملكي، الكراسي بتاعته، كل وسائل المعيشه، كل بس حتى وضعت بطريقه غير منظمه، لانه فيما يبدو ان هم كانوا على عجل، دي عجل العجله الحربيه بتاعته. كان كل حاجه موجوده عايزين يعني يحطوه يجروا، لكن الاعظم كان الماسكات الذهبيه، الماسك خلف وراه ماسك وراه ماسك. حتى الموميا الملكيه لم توجد في حاله طيبه، وعشان كده الموميا الوحيده التي ظلت في وادي الملوك في البر الغربي هي مقبره
هي مقبره توت عنخ امون، والموميا الموجوده لغايه دلوقتي لان حالتها لا تسمح لها بالانتقال من هنا للمتحف مره اخرى لانها في حاله مترديه. طبعا اشتغل بعد كده الدكتور زاهي حواس فتره طويله جدا، ثم اشتغل فتره طويله بعد كده الدكتور مصطفى وزيري والدكتور خالد عنان في هالمقبره، انها فيها دراسات كثيره جدا وفي اقاويل كثيره جدا مش عايزين ندخل فيها الان، لكن هناك قول يقول ان هذه المقبره كانت لشخص اخر غير توت عنخ امون. وملك اكيد، لان احنا في وادي الملوك. ملك، لا ملك، لان وادي الملوك لم يدفن فيه الا الملوك والملكات. خلي بال حضرتك، الملكات كانوا بيدفنوا مع مدفونه هنا، كان المفروض لها موميا. وبعدين عندنا قائد جيوش وهو حور محمد، يعني ممكن تكون المقبره دي بتاعت ملكه بقى. كانت ممكن تكون احد المقابر. كانت في دراسه من فتره انها احد الملكات وتم الاستيلاء عليها، لكن مش مؤكده. لكن خلينا نقول ان من 99 سنه في مثل هذه الدقائق دي تم اكتشاف حدث غير وجه التاريخ في مصر، ونقل مصر من دولة أثرية إلى دولة سياحية. فرق كبير قوي ما بين السياحة والآثار. الآثار كان بيجي لها فقط الناس المهتمين بالآثار، أما السياحة فالناس اللي بيحبوا السياحة وبيكتشفوا هذا الجمال. وانا فاكر انه في هذا لاول مره منذ بدايه الحرب العالميه تتوقف كل الجرائد والمجلات العالميه عن كتابه اي شيء يخص الحرب، وتحدث الجميع عن اكتشاف المقبره. وتاني يوم جه الملك فؤاد في هذا الوقت ومع اللورد، مع القنصل او السفير الانجليزي لاكتشاف المقبره. بعدها بيومين نشوف بقى المقبره من تحت شكلها عامل ازاي.